بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية حياكم الله، أهلا وسهلا، أخوكم نصر التميمي إمام المسجد من فلسطين من مدينة الخليل. أوكي. Jadi apa nama imam keturunan Tamimi ya Tamimi. Okey, jadi Imam Zaid asal daripada Palestin. Min Palestin, min Madinat Sayyidina Ibrahim al-Khalil. Ah, daripada Hebron. Baik.